السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني، كما كتشاهدوا معنا دائما عند الأفطار والطنديم بالعيد صلاح الدين. واليوم كيقوم بزيارة ديالنا الأخ الرجل الإعلامي كريم أجلاني، وبالنسبة لهذه المناسبة المسابقة ديال مدينة بلقريب دارت ظروف جيدة وجيدة جدا، احتلينا فيها المراتب، ما نقولوش جيدة كاع بزاف، المهم مراكز مشرفة بالنسبة لهذه الجمعية اللي كتكون من أكبر جمعيات داخل مدينة. كتشهد واحد التنافس قوي، تنافس قوي بالنسبة لهذه الجمعية اللي هي جمعية ملتقى الأبطال اللي تكاسيني فيها الرتبة 44. يعني 44 ما نقولوش زعما 44 مديكلارينا حنا 44، يعني بين المسمي اللي كتكون ديك دقيقة دقيقة ونص، فهمتيني؟ وهذه راه نتيجة مشرفة لينا، ومبروك لجميع الفائزين، ومبروك لجميع الأبطال ديال جمعية ملتقى الأبطال. وكنشكروا المكتب الموسعي ديال الملتقى. وكنشكروا المكتب ديال جمعية إنجاح المسابقة. ملتقى الأبطال برئاسة الحاج بدر خالد، واللجنة المكلفة باستقبال الحمام، اللجنة التقنية. وجميع مكونات جمعية ملتقى الأبطال بما فيهم الأخ كريم أجلاني، هو اللي كيبذل واحد المجهود كبير بالنسبة لجمعية ملتقى الأبطال. نعطيوك واحد، يعني يعطيني واحد الكلمة مختصرة حول المسابقة، الظروف ديال استقبال الحمام، كيفاش الحمام جا في ظروف جيدة الأخ. بعد ما كان كلشي متخوف المسابقة يوم السبت. المسابقة ديال يوم السبت. السلام عليكم، تحية لجميع الإخوان ديالنا المشاهدين عبر القناة ديال الأخ بالعيد المنتهي. فالحمد لله مسابقة بنغير دارت في ظروف جيدة، فكان العملية استخدام يعني تم إطلاق الحمام في ساعة مبكرة 9:45، الحمد لله دخل مزيان، كانت السرعة تفوق 1500 كيلومتر في الساعة، يعني جا الحمام تبارك الله ممتاز جدا. يعني الظروف الأبطال ديال المنتخب تألقوا إخوان قليل كلاس الرتبة الأولى، كانت هيمنة في هذه المسابقة من طرف إخوان ملاك اللي حرزوا على 20 شهادة تبارك الله. كان الأخ الدرداري الشباح حتى هو من المتألقين، إخوان الشامخ كذلك. فالحمد لله كانت منافسة قوية بين أبطال ديال المنتخب، كنتمنى المنافسة تستمر في جل المسابقات القادمة. هو الظروف كانت عاوتاني النتيجة راه خرجات كلشي شافها، والعيد راه كنهنئو حتى هو البلاصمون ديالو اللي كان غادي في تحسن، بلاصمون 44 هاد المسابقة هادي، رغم أنه تقريبا الحمام كله ديك راه في 55 56، وكانت يعني الإشكالية أنه في اللي ديك راه كيبقى بالنسبة للمسافة، وكانت أن اللي كيديك راه كيديك راه بأكثر من حمام الحمامة، هذا هو اللي خلى الريزلت تبقى عندك اللي كاين يضرب 10 حمامات 12 15 هذا عليك شي اللي كاين الاخ كريم. والمسابقه الحمد لله راه دارت ظروف جيده وخا كان التخوف بزاف، وما كاينش التخوف في المسابقه راه دارت مزيان دارت مزيان تبارك الله. تغيب حمامه جوج ثلاثه عادي، هذا الشيء عادي، تقدر تكون بالضرب تقدر تفهم مشى هذا الشيء بلاصه. كاين هو الحمامه ديال الاخ كريم، كيما كتشوف الحمامه ديال بالعيد في اليوم الثاني ديالهم، الحمامه تبارك الله رواقين، الحمامه لاعبين عادي جدا، يعني مسابقات 165 كيلومتر عاديه. ايوا كما كتشهدوا نتمنوا التوفيق للتنظيم صلاح بالعيد هذا الموسم هذا 2019. هذو الذكور بالعيد، هذو هما الذكور والاناث راهم طايرين. الاخ سجلنا باللوط الجديد بالعيد، سجلني خواو جاني خواو طايرين، هما طايرين جاني، باقي الحال على ربما بلايد ما تصادفوش على بحال ولا الجرار ديال العام استعد الشماعي، المسابقه ديال الشماعي، وحنا غادي نستعدوا بما فيه الكفايه، واللي بغى الله راه يجي كيدا الاخر. ان شاء الله ان شاء الله تكون من الاوائل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله الله يودي. وعلى على حسب الظروف اللي يدخل فيها الحمام، وعلى على حسب الاستقبال ديال الحمام، واش الحمام بغى يجي ويدخل ولا عاوتاني غير بقى يدور كما العاده. لا خصك تحاول ما امكن الحمام الدريسي باش يجي تهبط يدخل. يا ودي راه كدريسي كيجي الحمام، ولكن في مسابقه واش كيجي مخلوع ولا ما عرفت كيفاش، والله ما نقدرش. ايوا حنا نحيدو، نقدروا نختموا الشريط باش نحيدو باش الماء يهبط يهبطوا ان شاء الله. الوقت بدا كيشد الله بالحال، بدات كتغرب. ايوا خلي الماء يهبطوا بالعيد باش يلاه يدفع لهم الضوء. داكشي اللي كاين الاخ ونفترسوا هذا العيد. كنشوف الاخ عمران الولد ديالي تا هو اللي غادي يقعد لينا
ابغى نقول لنا شي كلمه الاخ عمر، قول لنا شي كلمه. كيفاش كتكون حمام؟ حمام مزيان؟ مزيان. كتكون معايا مزيان؟ ياك ما كاينه الرقاد ياك؟ ما كاين الرقاد. كيفاش كاين الوداد اليوم؟ كاين الوداد. مبروك مبروك الوداد البيضاوي تروفوا. وكنتاسفوا خوتنا الرجاويين ساكن مع يوسف بن رشيد. حنا جاوا لا لا هادي اخويا كريم. هاي يا خويا خاطر الشباب. الفيديو هذا خاطر الشباب. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.